سامحني انت كمان. مسامحك وراح اشتاق لك كثير يا اخي. كيف راح اتحمل هالشركه من دونك؟ صمد، هي مانا نهايه العالم يا ابني، ما نحن رح نلتقى برا اساسا. ما تتنازل لإله. قلت لي شيء إرهان؟ ايه قلت، قلت له لا يتنازل لك ولا تخرب المكتب. عن جد لا تروح إرهان، كنتوا منسجمين مع بعض انت وسيبيل وبتجننوا. بلا ما نحكي بهذا الشيء ابدا، الله يخليك. طيب ماشي. كنت حدا كثير نشيط سيد إرهان، يعني انا واثقه انه رح يضل مطرحك فاضي. وانا رح اشتاق لكم كثير طبعا. يلا مع السلامه، بحبكم كلياتكم وبالتوفيق لكم. مع السلامه. مع السلامه. الله معك. ما حكيت شيء لانه ماما كانت بالغرفه، بس تصرفك هذا ما عجبني ابدا، ورح توقع اوراق الطلاق كمان. عم تقولي هيك بصفتك مين؟ ما ضلل لك سلطه علي بنوب؟ ما فهمت، ما خبرتيني عن ابن إليف وما كنتي رح تخبريني عنه. روحي على شغلك واعملي اللي بدك اياه، وانا رح شوف شو رح اعمل. صمد. تفضلي. لوين راح السيد إرهان؟ ما بعرف بنوب. ما بتعرف مو؟ قصدي انه ما بقدر احكي لانه هو نبه علي. عم بسمعك صمت. بس يعني إرهان بيك رح يضربني يمكن اذا خبرتك. هو قال لي اذا خبرت لوين رايح رح علق مشنقتك لانه ما عاد عنده صبر. للاسف. على فكره وانا كمان ما عاد عندي صبر. يعني هو بيروح بهيك وقت دائما، بيحمل حاله وبيروح هيك. لوين مثلا ممكن يروح صمت؟ بيروح مثلا لمكان الهوا فيه نظيف. تمام، راح على إيدوس. انت بتعرفي بس يزعل او يعصب دائما بيروح على إيدوس. في مكان تاني بدك تروحي عليه ولا رح نضل عم نمشي ونمضي وقتنا هيك سيبي الخانوم؟ تقدر ترجع على البيت سيد إرهان؟ حابة استمتع بالطبيعة شوي. وأنا مولع بالاستمتاع بالطبيعة، يعني الورد والشجر والحشرات. نحن رحنا على إيدوس كتير. عم تقول رحنا؟ مين بتقصد؟ مع مين رحت؟ مع رفقاتي البنات. كان عندك كتير رفقات سيد إرهان؟ يعني حسب الشخصية، بس أكيد كان في كتير أوقات روح فيها لحالي لحتى رتب أفكاري. أنت عندك مكان بتروحي عليه لترتبي أفكارك؟ إذا ضليت عم تحكي بهالطريقة ما رح أقدر رتب أفكاري. طيب خليني أخذك على إيدوس سيبيل خانو، منروح سوا، منصيد السمك ومنرمي السنارة ومننطر، منضل هيك لحتى تعتم. إذا إجت فهي اسمتنا ونصيبنا، شو رأيك؟ هي وقع الأوراق ويروح وين ما بده. إرهان رح يعلق مشنقتي مثل ما قال لي، أنا متأكد. والله لا يقطعني، متأكد. آه حبيبي إرهان، هاي هدية خاصة شوي فيك لأنه هني عم بيخبوا عنك. إن شاء الله ألف مبروك، رح بتصير أب. شو صاير لك؟ آه؟ لو عملت هديك العملية كنت رح كفي حياتي. أنت شو سويت؟ شلتني من هديك الطاولة وقعدتني هون إرهان، مو صح؟ شو جابك لهون؟ معقول يعني لقيتيني بإيدوس بكل كبرة؟ شو عملتي؟ شفتيني لما طلعت من الشركة ولحقتيني لهون سيبيل؟ مو مزبوط، ما بتستاهل إني انشغل فيك. بس أنتِ إجيتي لهون؟ اثنيناتنا بنعرف ليش إجيت مو؟ والله أنا بصراحة ما بقدر ما أنعجب بإصرارك وعزيمتك سيبيل. حلال عليك. إيه والله، أنا عن جد معجب فيكي. كان عنا زواج مدهش حتى لو كان هذا الزواج شكلي.
تمام إرهان، حاجة حكي فاضي ووقع على الأوراق وطلع من حياتي بقى. من جديد بينت ملكة الجليد كرها. أنت شو هدفك من تضيع وقتي؟ شو هدفك؟ اللي احكي إرهان، بعدين مو لازم هلأ تكون مع إليف؟ إنك تجيبي موضوع إليف ما إله أي معنى أبداً سبيل، لأنه كل شي صار قبل ما تشتريني أنت. حسب ما بتذكر كنت حابب تنشرها ومستعد تماماً، ما هيك؟ ما بيحق لك اتعصبي مني ولو زرة. قلت لي ما بيحق لي؟ إليف مو حامل منك؟ لك سبيل، ما عم تفهمي أنت؟ إليف كانت خطيبتي. لما إليف خفت حملة عنك ما انزعجت، بس سكوتي عن القصة كانت مشكلة كبيرة، مو هيك؟ يلا تمام، وقع وطلع من حياتي، يلا خلصني وقع. أنت عن جد إنسانة مو طبيعية أبداً. قلت رح رتب أفكاري شوي. عملتي عملتك مرة تانية سبيل. والله تعبت منك. إرهان لوين رايح؟ إرهان وقف. لك لا تخليني ضل راكده وراك، يلا وقعون. شو أنا يلي قلت لك تجي لهون ومعك الوراق يعني؟ يعني أنت ما بدك تطلقني؟ أنت بدك سبيل؟ أكيد، يلا وقعون. أنا ما رح وقعون. ولك أنا بكرهك وما بطيئك إرهان. أي موضوع طبيعي، ما أنت طبعاً بتكرهي الكل. هذا رأيك لحالك. يلا وقعون، خلصني بقى، لا تعبني أكثر من هيك، وقعون يلا. إرهان، بدي أسألك عن شي صمد، بس بدي إياك تحكي الحقيقة، تمام؟ إيه، اسألني أخي، قول. أنت يلي قلت عن مكاني لسبيل شي؟ ضغطت علي كتير أخي. يعني أنت معتوه؟ فهمني، أنا هربان من هاي المرة بتقوم أنت بتدل على مكاني وبتقلي ضغطت علي؟ يعني أنت فيك شي؟ أنت حاقد علي ولا شو؟ بالنهاية هي المديرة كمان يا أخي. بعتذر كتير، أنا بعتذر عن جد، سببت لك كتير مشاكل. بلع يلي بيتمك مشان أفهم عليك. تمام، أنا بعتذر أخي. شو صار مشان الطلاق؟ رح سب عليك، ها؟ بلعي اللي بيتمك بعدين أحكي. تمام، بلعته. خلص روق، قل لي شو صار مشان موضوع الطلاق؟ شو حليتوها أنتو؟ حكي لي شو صار. لك الله يلعن موضوع الطلاق هاد ألف مرة صمد، لك الله يلعنه ألف مرة، ما حليناها وما رح نحلها، عم تفهم علي؟ ما تسألني مرة تانية ولا عاد تقول مكاني لأي حدا، عم تفهم؟ يلا سكر التليفون، صار لازم سكر. تمام يا أخي. غبي، مو معقول. أوف. شو عم تعملي هون؟ هلا انت لا تعصب دغري، نحنا رح نقعد ونحكي برواق ونتفق، وبعدين انت بتوقع هدول ومنودع بعضنا وخلصنا. مفهوم، انت ما رح تتركيني بحالي سبيل، ما؟ إرهان، انا اجيت لمدلك ايد الصداقة هلا. يعني رح نحكي مثل متحضرين هلا؟ موافق اذا هيك، تمام؟ حلو، بس مستعجلة شوي لأنه تنسال اتصل، رح يجي وفد من برا، لهيك بس بدي اياك توقع لأني مستعجلة. يلا. قلتيلي وفد لك، رح وقع بسرعة مشان انت تروحي بسرعة. تمام، اتفقنا، يلا وقعهم لك. والله لا وفد ولا هم يحزنون. مبلا في وفد. من أي دولة جايين؟ النرويج. ومن النرويج كمان؟ أنا قدمت استقالتي من الشركة من كم ساعة بس سبيل، يعني بعرف كل شيء، لأني أنا بالموارد البشرية ما في هيك شيء. لو كان في هيك كنت عرفت، وخصوصي إذا جايين من النرويج كنت عرفت فوراً وقتها. الحق مو عليك، الحق علي إني إجيت. إيه الحق عليكي أنت، مو الحق علي أنا، لأني أنا فعلاً حاولت أحكي معك مثل المتحضرين، بس أنت بتضلي هيك بتحكي بهي الطريقة. والله لعلق مشنقتك يا صمد. لك انت مو معقولة، عن جد مو معقولة، ليش رجعتي لهون سبيل؟ ما رح اتحرك من مكاني لحتى توقع الوراق إرهان، ما رح روح. ليش عم تعملي هيك سبيل؟ فهميني، انت شو عم تعمل هون؟ ليش أصلاً مانك مع إليف؟ انت يلي اجيتي بعدي أصلاً، وانت إلك من الصبح عم تلحقيني. ايه عم بلحقك مشان توقع هالوراق، وما رح اتحرك من هون لحتى توقعهم، تمام؟ تمام، لا تروحي وأنا ما رح روح، رح نضل اتنيناتنا هون.
خليكي ناطرة. تمام أنا ناطرة. إيه خليكي ناطرة. أنت ما بتعرف بنوب الشيء اللي عشته؟ سيبيل أنت دائما عم تعيطي علي وتهينيني لهيك ما بعرف. بابا له فيديو مع إيسين. شو؟ كيف يعني في فيديو لأبوكي مع إيسين؟ فهميني سيبيل. ما بدي أحكي معك لأنه أنت دائما كالعادة بتتمسخر علي. أنا بعتذر تمام. عم بسمعك يلا أحكي. هو المهرج اللي اسمه ظفر جاب الفيديو وهلأ عم يبتزنا والشركة على وشك الإفلاس. وظفر عم يضغط على أهلي ليتزوج سنيم وأنا أعلي مشوش وما عم بقدر ساعدهم. ما عم بعرف شو بدي أعمل. أنا يمكن عيلتي رح تتفرق وتنهار. وفوق كل شيء وضعنا يلي نحن عم نمر فيه. عن جد ما بعرف شو بدي أعمل. ظفر هذا الرجال يلي بلا شخصية. ظفر أي كله بسبب عديم هالشخصية. على كلين خلص وقع إمتى ما بدك وبعت لي إياهم فورا. أكيد بتعرفوا إنه شركتنا عم تتعرض لمشاكل مادية آخر فترة. بس رح نحل هالشي بأقرب وقت ورح نعطيكم رواتبكم بأقرب وقت لا تخافوا ماشي؟ لو كان إيرهان هون كان قدر يحل هالمسألة فوراً. السيد إيرهان مانو معنا سيد صمد وما رح يكون كمان. لهيك رح نحل المشاكل بقيادتي أنا. مع هيك لو كان إيرهان موجود لكان الوضع غير. شو قصدك بهالحكي صمد بيك؟ قلي شو قصدك؟ بقلعك من الشغل إذا بدك أنت ورفيقك إرهان. روحوا فصفصوا بزر بالبيت. شو رأيك بالله؟ أه؟ لا لا تواخذيني. أنا بدي نتعاون لنقدر نتجاوز هالأسمة اللي عم نمرق فيها بالوقت الحالي. صباح الخير للجميع. هذا اجتماع خاص ممكن تطلع؟ أنت شو عم تقولي بنتي؟ حبيبي طاهر شو بلش الاجتماع؟ أنت دمرت حياتنا ودمرت ماما وعلى وشك تدمر حياة سنيم كمان بابا وكلياته بسبب هالمرة. خلتك تصير أعمى لهالدرجة؟ طلعوا من الغرفة. ما تسمح لها تحكي هيك حبيبي. ما سمعتي شو حكيت؟ أهلين حبيبتي سيبيل. اجيت لأنه لازم أحكي معك. إيه تمام عم أسمعك. شفت إليف اليوم المسا جابت لي وراق الطلاق. قال بدها المدام تجيبهم بنفسها وأنا خدت الوراق وشقيته. أنا ما رح طلق إرهان. يعني إذا حابب تضل مع إليف لهيك أنا قلت بخبرك. تمام بس رح يصير عندهم ولد. هي مشكلتهم. أنا عملت اللي بدي إياه. إيه وأنت شو رح تساوي؟ لك شو بدي أعمل يعني؟ أنا تعبت سيبيل. يعني هي ما بدها ياني. شو أعمل أكتر؟ والله هي مشكلتك. إيه بالضبط. ليك إذا بدك منتحرك مع بعض، خلينا نتحرك مع بعض عن جد. يعني خلي شغلنا الأول إنه نطلع بابا وإيسين من الشركة. ما عاد بدي إياهم يقربوا على الشركة بنوب.
تمام أختي، بس هاي الأمور ما نبيها السهولة هاي. شو رح نعمل؟ شو بدك تكون معي ولا لا؟ شبك أكيد أنا معك، بس هذا أول شغل لألنا بكرة. بدي ضل عم اشتغل للصبح أصلاً. تمام، يعني بدك مساعدة أو أي شيء؟ عم برسم مجموعة جديدة، رح أبدأ بتصميم ملابس الرجال. عن جد عم تحكي؟ حلو كتير، أنت قد أكيد. إن شاء الله أخي، يلا بشوفك. موفقة حبيبتي، انتبهي على الطريق. صباح الخير. صباح النور. شوفي سبيل، مبلشة بعت إيميلاته من الصبح؟ لا، ويمكن من قبل ما يصيح الديك كمان. شو؟ شو ما نمتي أميرتي؟ ما نمت أميري. مو هذا الشيء كتير رجولة بالنسبة لمرة؟ هو بالأساس لشاب. شو؟ هذا؟ صباح الخير ست سبيل. صباح النور. أول ما شفت رسالتك اجيت فوراً لعندك. أي منيح، يلا عدو. ما شاء الله، وجدول الأزمات مجهزته مسبقاً، وكمان عم تخيط ثياب شبابية ما عم أفهم شي عليها. اسمعوني، عندي إلكن أخبار جديدة. أول شي يزابيل مانا بقى ماركة عالمية تجارية للبنات، وبس رح ننتج مجموعة جديدة كمان مشان الشباب. انبهرت بالفكرة. وتانياً رح نبلش فوراً. إيه حلو، إيه ليش نستنى؟ كنت أساساً مالل كتير. نيح. إيه وتالت شي صار لشركتنا شريك جديد اسمه تيمور. تيمور أتاي، طيارته رح توصل هلأ بعد شوي. كيف يعني؟ نحن صار عنا شريك جديد؟ إيه تتذكري شركة الثياب الجاهزة الكبيرة بألمانيا؟ هو صاحبها. كتير حلو. منيح. معناتها خلونا نبلش وبعدين منحكي. ايه منبلش. بصراحة هاي المجموعة الجديدة رح تفيد سبيل، يعني هذا حل منيح مشان تنسى. يلا امشي من هون تنزيل، اصلا نحن عنا كتير شغل. بسبب ألم الانفصال كرست حياتها للشغل، بس إرهان شاب محتال كتير، بين رفة عين والتانية ترك البنت حامل. صباح الخير تنزيل. صباح الخير. يعطيكم العافية، شو عم بيصير؟ بس عم نغير الأسماء. يا ربي الصبر. سبيل وينها؟ بغرفة الاجتماعات سيد إرهان. بما أنه ما دقيت الباب فلازم يكون في وضع طارئ، مو هيك؟ أنت شو اللي عم تحاولي تعمليه سبيل؟ أنا عم بشتغل، وأنت لازم تكون بالشغل بهذا الوقت. مو معناته إذا تزوجنا فلازم أنا أعمل تمييز، مو هيك؟ بس أنا قدمت استقالتي سبيل، شو يلي عم تحاولي تعمليه وخزقتي وراء الطلاق يلي جابت لك ياهون إليف؟ ليش يعني؟ شوف هاي تبعك. شوف، بما أنه الوضع المالي للشركة بهي الحالة ما فيني أقبل استقالة الرئيس التنفيذي. إيه تمام، أنا بوافق. بس يلا قلي لي سبيل، انت ليش هيك قلتي لها لإليف عن اني كنت عندك واني كمان فتحت لك قلبي؟ هلا انت كانه جاي تحاسبني مو؟ ايه جاي لحتى حاسبك. لا تتصرف كانك ما عندك فكره عن الاستعراض اللي جهزته وبينتني غبيه فيه. واي استعراض هاد؟ شو هو؟ فيك تخبريني؟ ايه وليش ما اجيت؟ ما بدك تشهد على انتقام خطيبتك السابقة؟ برأيي كان ممكن يكون كتير مسلي بالنسبة لك حبيبي. سبيل لحظة، أنا ما بعرف أي شيء عم تحكيه، يلا حكيلي شو اللي عملته إليف، يلا فهميني. استأجرت جناح بالفندق وحكت معي بقساوة ومشان الانتقام للماضي بنفس الطريقة. البنت المسكينة صرفت كتير مصاري، حطت كتير بهذا الجناح هديك الليلة، شي 1000 يورو تقريبا. أنا ما عندي علم بأي شيء من هذا سبيل مشان الله. شو قصدك؟ يلا وضحي لي أكثر معلش. كلامي واضح، أو برأيي اسألها لألها.
إذا ما كنتوا مجهزين هذا الاستعراض مع بعض طبعاً. بحلف لك إني ما خططت لشيء أبداً، أعطيتها الأوراق وقالت إنه هي رح تجي لعندك، هيك بس. إيه وشو الفرق يعني؟ سبيل، أنتِ مو أصريتي حتى تطلقي مني؟ وما لحقتيني على أيدوس كرمال هذا الشيء يعني؟ يلا وقعي، ليش تخزقيهم؟ ليش تعملي هيك؟ عن جد غريب. وكمان غيرتي الاسم يلي على الباب، ما فهمت ليش؟ شوف غيرت هاي، شو يلي عم تحاولي تعمليه؟ وقت يلي أنا بقرر وقتها رح طلقك إرهاب. وهلأ عندي شغل كتير، فيك تمشي. سبيل أنت ما عم تفهمي صعوبة الموقف يلي أنا فيه هلأ. لك إليف حامل وانت عم تقولي ما رح طلقك، حطي حالك محلي. إرهان، الدنيا مو موقفة عليك انت بس، هاي حرب بيني انا وإليف. سبيل، وصلوا عارضين الأزياء. تمام، يلا جاي. سبيل سبيل سبيل، لحظة لو سمحتي، بس لحظة، ما تتحركي قبل ما نحل هذا الموضوع لو سمحتي. بس أنا قلت كل يلي عندي. سبيل 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 سبيل، لازم نحكي، لا تعملي هيك معي. إذا سمحتي بترجاكي، عم قلك لازم نحكي أنا وياكي. انتبه على نبرتك وحركاتك إرهان. تمام، بس الموضوع مهم، ليش هيك أنت عم تعملي؟ ست سبيل، جيت لحتى خبرك تيمور بيك وصل على المطار وهو بطريقه لهون. تمام، شكرا حبيبتي. يلا شباب، المدام سبيل اجت. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم كلكم. اهلا فيكي مدام سبيل. شو هاد؟ شو هو؟ شو عم يعملوا عارضين الازياء للرجال بيزابيل؟ انا قررت كبر الماركه، يعني يزابيل ما رح تصمم بس للبنات، رح تصمم للشباب كمان. والعرض الجاي رح يكون هو حفل اطلاق اول مجموعه. هلا فهمت. كيفكم؟ الحمد لله مدام سبيل. شوفي كتافه رح تناسب كتير تصميم الجاكيت الموجود، كتير مناسب. تمام. خلينا نشوف القميص الأسود كيف بيطلع عليه. تمام. الجاكيت، سجلي الجاكيت مشان هاد. بالنسبة لإلي أنتوا مو مجرد علاقات تياب، أنتوا رح تحملوا مجموعتي، بدي شوف هالشي بروحكم، ولهيك نحن رح نلتقي كتير. إيه وفي عنا هون القميص الثاني يلي كمامه شوي قصيرة، سجلي كمان، بدي إياه يبين كتير منيح. شو رأيك أنت إرهام بك؟ قصدك عن هي الوقفة يعني؟ لا، فيك تعلق عن الموضوع طبعاً، بس أنا عم بحكي عن عرض الأزياء بشكل عام. سبيل، برأيي ما لازم نعمل مجموعة تصاميم للشباب. أنت تأخرت كتير. بفترة التجهيزات أنا رح كون معكم دائماً، يعني ما في داعي تتوتروا، ولازم تتحمسوا كمان، بالنهاية نحن فريق. فينا نحكي شوي مرتي الغالية؟ انبسطت كتير بمعرفتكم جميعاً عن جد، يعني هذا التعاون ما رح يوقف هون. سيفال؟ إيه لكان، خلينا نضيفكم شي بالبداية، بعدين مننتقل لمرحلة تجريب التياب. تفضلوا من هون. سبيل، أنت شو عم تعملي؟ سبيل؟ شو عم تعملي سبيل؟ هلأ صار فيني اسمعك، تفضل. سبيل، شو عم تعملي أنت؟ أنت اللي شو عم تعمل؟ من شوي كنت مصر على الطلاق، وهلأ عم تدور حوالي وأنت عم تقول مرتي الغالية، شو صار؟ بس ما تكون غرت إرهان. ما
بعرف انك عملتي كل هذا التنظيم من الاول لحتى تخليني احس بالغيره، بس ما عم بفهمك، ليش ما بدك تطلقي؟ شو هدفك؟ فنحن لسه ما حلنا. يعني رح يقولوا سيبيلكو رسلان عم تطلق هلا، واساسا وضع الشركه سيء بسبب بابا مثل ما بتعرف. شو بيعرفني؟ يعني ما بدي التهي بالصحافه والمصورين وما بعرف شو من هالحكي هاد. طلعي من هالبواب، طلعي، انا بعرفك. عم تحكي هيك وكاني انا ما بعرفك ابدا، مو هيك؟ انتي مره اذكى بكتير من هيك، مو فيكي تلاقي حجج احسن من هي بكتير؟ مزبوط، انا بعرفك. قلت لك الموضوع ما بيتعلق فيك، بيتعلق فيني انا واليف وبس. انت عم تصر علي، واذا ما بدك تفهم فهي مشكلتك حبيبي.